مساء الخير، يا رب تكونوا دايما بخير، يا رب دايما تكونوا في احسن حال. النهارده هنكمل حوارنا مع دكتور ايهاب فكري اللي بدأناه امبارح بحلقه مهمه عن ازاي بيتغسل المخ، ازاي احمي نفسي من حروب ممكن يكون هدفها عالي. لكن الحقيقه كلامنا النهارده على غسيل مخ من حاجه تانية، من ناحيه تانية، وهي ازاي اخلي كل البشر فيك يا مصر بيجيدوا ثقافة إجادة العمل. يعني إزاي نغسل المخ كده ونخلي ثقافة إجادة العمل هي الأساس. يمكن النهاردة بالصدفة كان تشغيل التجريبي للتفريعة التانية لقناة السويس اللي انتهى العمل فيها، وإن شاء الله إن شاء الله في انتظار افتتاحها رسميا يوم 6/8 اللي جاي، اللي هو يناسب مرور أو يوازي مرور سنة كاملة على بدء حفر القناة في 5/8/2014. كان ليا شرف إن أنا زرت القناة والشغل يعني موجود فيها، كان ليا شرف حضور يوم إطلاق الحفر، كان ليا شرف إني أشوف إيدين شقيانة في الحر والبرد ما حدش يعرف عنها حاجة خالص، ما بتطلعش في الكدر، ورغم كده الصورة طلعت حلوة. علشان كده مش مهم سعادتك تبان في الكدر، لكن المهم الصورة تطلع حلو. يعني زمايلي اللي ورا الكاميرا دلوقتي وبيتكلموا حلو، لكن الصورة طلع حلوة بيهم، صح يا شريف؟ ماشي، شريف مش معايا حتى، لكن المهم فعلا هي الصورة طلع حلوة بشريف وزمايلي اللي معاه. كان برضو القناة طلعت حلوة علشان فيه ناس شغالة هناك محدش يعرف عنها حاجة، محدش سمع عنها، ما بيحلموش يطلعوا في تلفزيونات، ولا يتخيلوا ان الصحافة والتلفزيون والراديو يكتب عنه. يمكن في ناس منهم ما بتعرفش الفيسبوك وتويتر، يمكن في ناس منهم وصلت الليل بالنهار، يمكن في ناس منهم يعني شافت ظروف شغل محدش يتخيلها. القناة اللي خلصت في سنة اللي الفرنساويين قالوا للمسؤولين عندنا لما قابلوهم، قالوا لهم كنا بنضحك لما سمعناكم بتقولوا انكم هتخلصوا الحفر والتشغيل يكون خلال سنة، كنا بنضحك، لكن صدقناكم لما لقيناكم بتتكلموا جد وان فعلا القناة بتشتغل. هو ده اللي احنا كلنا نفسنا انه هو يكون موجود. وعلشان كده كانت مكالمة النهاردة كانت لازم تتعمل لحد كلنا يعني ما نعرفش عنه حاجة، لكن هو المشرف على عمليات الحفر، ويمكن محدش بيتكلم عنه كتير، اللواء كامل الوزير. تحياتنا ليه ولكل ايد شقيانة وعرقانة حفرت وخلت لينا مش بس قناة السويس، لكن كمان 3500 كيلو متر طرق اللي هيتم افتتاحها ان شاء الله برضو في فترة 6/8، برضو المطارات اللي إن شاء الله هيتم افتتاحها في 6/8 وما حولها. الحقيقة مصر ربنا يحمينا ويكملها لنا على خير، إحنا بنطلع لقدام، إحنا مش واقفين. تحية وتعظيم لكل واحد فينا عارف إنه جندي في مكانه، فمصر إنه يعمل شغله بما يرضي الله وما يرضي المصريين. دي كانت عبارة اللواء كامل الوزير النهاردة وأنا بكلمه في التليفون. يا سيادة اللواء كتر خيرك على كل اللي عملته، كتر خيرك رغم أن في ناس مش حاسة. فكان رده البسيط بتلقائية، مش مهم حد يحس، المهم أن ربنا يبقى راضي والمصريين مبسوطين. تعظيم سلام للطيبين اللي ما حدش عارفهم، تعظيم سلام للي بره الكدر لكن بيخلوا دايما الصورة منورة وحلوة. نبدأ حلقة النهاردة بسرعة علشان نلحق حوارنا مع دكتور إيهاب كامل. كلنا بنشتغل صح، كلنا بنشتغل، لكن مش كلنا بنشتغل صح، وعندنا بطالة، بس مش كل اللي بيشتغل بيشتغل. كلنا بنتكلم عن الشغل اللي بنروحه الصبح وبنرجع منه بعد ما نخلص، لكن مش كل واحد فينا بيروح الشغل بيشتغل. كلنا بيتكلم عن الحقوق اللي لينا عند صاحب العمل أيا كان قطاع خاص أو حكومي،
لكن مش كلنا فاكر الواجبات اللي عليه لصاحب العمل. كلنا بيشتكي من غياب الضمير والأمانة من الناس اللي بتشتغل، وكلنا بينسى إنه جزء من منظومة العمل، وبينسى يسأل نفسه كل يوم يا ترى أنا عندي ضمير وأمانة ولا لا. كلنا بيبص على أوروبا والدول المتقدمة ويقول بلاد الشغل فيها حاجة تانية خالص، بلاد برة حاجة تانية خالص، لكن كلنا ما بيسألش وليه ما نكونش زي بلاد برة، وإيه اللي وصل حال جوه للحال ده. هو ده يا سادة مربط الفرس في بلاد جوه وحالها اللي مال مع ميلان حال وشكل وكفاءة الشغل فيها. احنا سيد من يطلصى الشغل، سيد من يكروت الشغل، سيد من يقول لك كله تمام رغم انه كله مش تمام. لكن العيب مش عيبنا لوحدنا، امال عيب مين؟ السيستم. قول معايا كده، سيستم يعني نظام، يعني طول ما القانون محطوط علشان ما يتنفسش، وطول ما في ناس بتقول مش بحب اقطع عيش حد، وطول ما بنشوف الغلط ونسكت عليه، وطول ما في كوسه وسلق لازم يبقى حالنا بتنجان واسود ورومي كمان. ليه بقول كده؟ ايوه لاننا لما بنتحط في اطار صح بنشتغل، وسيستم صح حاسم بنمشي على عجين ما يلخبطوش، بنتكلم حلو في الدين لكن ما بننفذش حلو. ربنا قال ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، او كلام حلو وواضح ما فيهوش لف ودوران، مش محتاج شيخ ولا لجنه فتوى ولا اتصال تليفوني لاخذ راي المختص. عايز ربنا يحبك، اتقن عملك، بسيطه جدا. يا الله كل يوم ممكن كل واحد فينا يحب انه يسمع كلام ربنا صح. بص عايز ربنا يحبك ببساطه، حب عملك واتقنه. الاسلام ما نزلش امبارح، الاسلام والمسيحيه واليهوديه واضحين جدا، عايزين ربنا يحبكم جودوا في شغلكم، اشتغلوا كويس، اشتغلوا شغل المعلمين، شغل الاسطوات، الاسطوات الكبار كمان. فاكرين القسطه بتاع زمان؟ ايوه افتكروه علشان الحقيقه تعرفوا ان ربنا مش بيطلب مننا حاجات كتيره لكن بيطلب الاجاده. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، عباره بسيطه رشيقه رائعه موجزه مختصره. عايز ربنا يحبك، تعلم ثقافه اجاده العمل. مش طول عليكم، لكن تعالوا نشوف الفيلم ده، فيلم لطيف بسيط عن الجماعه اليابانيين. يا رب نتعود ونبقى زيهم. نشوف الفيلم. More than 300 high-speed Shinkansen trains are in service in a single day. The arrivals and departures repeat at a dizzying pace. Looking at the inside of the Shinkansen cars, they are meticulously clean. How these Shinkansen cars are cleaned has even attracted the attention of tourists from abroad. When a train arrives, the cleaning team bows to greet it. They hold open garbage bags at the doors and greet each passenger getting off with thank you. The drama in the 7-minute cleaning theater is about to begin. A Shinkansen's average stop time is 12 minutes. It takes 5 minutes for passengers to get on and off. Once all the passengers have gotten off, there's only 7 minutes to completely finish cleaning the cars and taking out the garbage. In general, one person is in charge of cleaning a single car, which has approximately 100 seats. When one task is finished, they run to the next. And run again. And run some more. They check to make sure all seats are in their upright position, and the cleaning is finished.
After finishing the 7-minute cleaning, they line up, bow, and go to the next job. The passengers get to board a nice, clean train. طبعاً زي اللي بيحصل عندنا بالظبط. محدش يتكلم. اوعى حد يقول ده ما بيحصلش عندنا ولا حد يقول ده بيحصل بره بس. اتمنى ان ده يحصل عندنا. 10 دقايق هي فتره وقوف القطر ونزول الركاب. اولا في احترام لان الراكب كمان عنده ثقافه تانية ان اللي واقف ده مش اقل منه في حاجه، هو بيأدي مهمته وبالتالي هو بيحط الحاجات اللي خارج بيها اللي مش محتاجها، جرنان، ورق بسكوت، ورق اكل، كيس مش محتاجه، هو واقف يحطه مع كلمه شكرا. كلمه شكرا. التاني كمان اللي هو عامل النظافة أو الست عاملة النظافة بتاعة القطر هي كمان واقفة باحترام، نظيفة جاهزة كيسها حاضر، مش واقفة وهي عاملة لك كده ومش بصالك، لا هي بصة وحطة لأن هي مهتمة، هي بتعمل وظيفة مهمة. وبعد كده عندها 10 دقايق ما بين نزول الركاب وما بين ركوب الركاب مرة تانية، 10 دقايق علشان تتأكد أن العربية اللي هي هيتركب فيها الركاب نظيفة جاهزة، مفيش حد ناسي حاجة، الكراسي محطوطة كويس، الترابيزات متلمعة، الأرض نظيفة، حاجة مش بتكلف كتير بالمناسبة. هما بيشتغلوا وإحنا بنشتغل، هما بيعملوا وإحنا بنعمل، بس الفرق ثقافة الإجادة. قبل ما أطلع فاصل ونتقابل مع دكتور إيهاب فكري، خلوني أفتكر كلمة أب زمان لما كان الخلاف أدخل علمي ولا أدبي. كان عندي أب كان عقلية محترمة ومنضبطة، فكانت أمي نفسها أني أدخل علمي، لكن هو قال لي اختاري اللي تحبيه بس بشرط تطلعي أي حاجة، تطلعي زبالة، بس يوم ما تشتغلي زبالة في هذا الوطن يبقى يقولوا نشوى الحوفي أشطر زبالة في مصر. من يومها اتعلمت من أبويا إن الواحد لما يشتغل شغلانة لازم يجدها حتى لو هي أقل وظيفة أو أكبر وظيفة، مش مشكلة. إذن ثقافة الإجادة هي محور الكلام، ثقافة الإجادة هي يعني مربط الفرس يا سادة. خلينا نكمل بعد الفاصل ولقائنا مع دكتور إيهاب فكري الباحث في علوم الإدارة، وكلام مهم جدا. تحياتي. أهلا بكم مرة تانية بعد الفاصل ولقاء الحقيقة محترم ويسعدني ويسعدكم متأكدة مع دكتور إيهاب فكري. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. بجد منورنا، وردود الفعل على الحلقة امبارح أنا سعيدة بيها، أتمنى أن تأثيرها كمان يكون وصل للناس زي ما حضرتك كنت بتحاول تشرح. شكرا يا فندم، وأنا يشرفني دايما أكون مع حضرتك. ربنا يعزك دكتور. حبدأ على طول من ثقافة إجادة العمل. هي الثقافة دي معناها إيه؟ لأن البعض أحياناً بيفسرها زي اليابان مثلاً، زي الصين، الدول دي نجحت إنها تعمل زي ألمانيا، زي اللي هي الدول اللي هي بتشتغل وإنت ماشي على قطر وإنت ماشي زي العسكري، فيقول لك هو أنتوا عايزين كل حاجة يعني بمنطق العسكري، بمنطق القوات المسلحة. طب ما هي الدول دي نجحت بهذا المنطق إن كله انضباط، اللي بيغلب بيتعاقب. فالثقافة دي هي ثقافة مكتسبة بتتعلم في السلوك ولا ثقافة مسستمة سيستم الدول هو اللي بيحطها؟ الاثنين كده وكده. ومبدئيا ممكن نقول انه الكتاب الأصلي الأم في علوم الإدارة هو كتاب عسكري اسمه كتاب فن الحرب. لا بجد ده الأصل في الموضوع، لأنه أنا أقول لحك في عجالة سريعة جدا عشان نرجع الموضوع. الكتاب الأساسي فن الحرب، فن الحرب ده الراجل قديم قوي 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 كده اسمه سان تسو، صيني، جنرال صيني، وكتب الكتاب ده بيقول إدارة المعارك عاملة ازاي، وفي الآخر متخصصين الإدارة أخدوا منه وغزلوا وطلعوا العلم ده. وخليني أقول لحضرتك هي الحكاية ممكن تكون بدأت ازاي. اللي أنا بقوله ده لو في بعض الدارسين بيسمعوني ما يكتبوش ورقة وقلم ويكتبوا ورايا بالظبط، اللي أنا بقوله ده شكل كاريكاتيري لكن تقريبا ده اللي حصل زمان قوي قوي في بداية الحكاية خالص. في أخ قتل أخوه. مظبوط.
فلما الأخ قتل أخوه كانوا أسرة واحدة، فنشأ في العالم ما يسمى بالضغينة. حصل ضغينة، بقى في مجموعة من الأسرة كده مع دول ومجموعة من الأسرة مع دول، وإلا كان كله سكن في حتة واحدة، شوية راحوا بعيد كده شوية راحوا بعيد، لأن دي الدنيا مش الجنة. الجماعة اللي هنا عندهم حاجات بس ناقصهم حاجات، صحيح، والجماعة اللي هنا عندهم حاجات بس ناقصهم حاجات، صحيح. فبقى دول بالليل يروحوا عند دول ياخدوا الحاجات اللي ناقصهم ويجروا، ودول كمان يعملوا نفس الحكاية، ففي النص يتقابلوا فيتخانقوا مع بعض، فيحصل خناقة، واحد يعور واحد، واحد يقتل واحد. بعد شوية كتروا، ما بقوش 3 4 يروحوا كده، لا بقوا 100 200 يقابلوا 100 200، فبقت مشكله كبيره قوي. بعد شويه كتروا قوي، بقوا الافات يخشوا، بقالوا لا كده ما ينفعش. فنشأ علم اسمه علم التنظيم، ابتدوا يقولوا ميمنه وميسره ومقدمه ومؤخره، لان كده بنخبط في بعض الضحايا كده، في مشكله بتحصل. بس الميمنه والميسره والمؤخره والمقدمه ده اللي هو تقسيم الجيوش في الحروب. ايوه، يبقى ده كده التنظيم. لذلك لما نيجي نتكلم على التنظيم والإدارة، تنظيم حاجة والإدارة حاجة تانية. نبتدي التنظيم الأول، في ناس ناجحين جدا في التنظيم، لكن مش ناجحين في الإدارة. صحيح. لما نشأ علم، أقول اللي هو كلام كاريكاتيري بس عشان خاطر يبين الحكاية وهنوصل هو في الآخر، لما نشأ علم التنظيم ده اكتشفوا بعد شوية لما بقوا 10,000 يهجموا على 10,000، اكتشفوا مرة مثلا أن مركب كانت رايحة وهتضرب من مدفعية كده على سواحل، كان في الجزائر ساعتها، وبعدين قالوا هو مين اللي جاب الفتيل اللي هيحطوه في البتاع، فقال لك انا ما جبتش. مين اللي جاب الفتيل؟ قال لك انا ما انت اللي قلت الفتيل. الفتيل مش انا يا ريس، اتبهدلت الحكاية. فقالوا لا، ده احنا محتاجين حاجة اسمها الامداد والتموين، ده احنا محتاجين نعمل حاجة اسمها ادارة. تفاصيل 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 تفاصيل، لغايه لما حرك 10,000 واحد بالليل ومعهم حاجات بتخبط في بعض حديد كده، فاخش جوه قلب كل بني ادم ويمشي وكانه جوه الموضوع هو الجيش لوحده. فنشا علم اسمه التنظيم والاداره، واللي يقرا كتاب فن الحرب يكتشف ان اصل الاداره هو علم الحرب. واللي عايز يشتغل واللي عايز ينشئ مؤسسه قويه، مهم جدا ان هو يكون عنده الفكر ده وهو بيشتغل. جميل جدا يكون في بعض الشركات الابداعيه، نقعد كده وتلاقي الناس لوس وقاعدين دمهم خفيف وبيبدعوا، مش مالهمش مواعيد، ولابسين كده جينز مقطع، جميل جدا دي بعض الشغل. لكن لو دخلنا جوه ثقافه هذه المؤسسه، عظم المؤسسه، لازم هلاقي يعني اداره عسكريه جنديه، ما فيهاش هزار، اداره عسكريه ما فيهاش هزار. هذه ليست دعوة للنمطية، إن كل الناس تمشي بنمط معين أبدا، ولكن إحنا بنتكلم إحقاقا للحق. ده علم، ده تاريخ، وده بيزنس، وده ناس قايمة. لو الحكاية بقت سايبة بالمعنى اللي إحنا بنقوله كده، وأنا بقيت بشتغل، لا عندي قانون بيحكمني ولا عندي حد بيراقب عليا، ولو في قانون بيحكمني وحد بيراقب عليا اصلا ما يلزمنيش، واعلى ما في خيله يركبه، وانا القانون بيحميني ومحدش هيعمل لي حاجه، عمرنا ما هنعرف نوصل لحاجه. مش بتكلم على مصر، بتكلم على الدنيا، على العالم كله. ده مش بس كده يا دكتور، ده في مصطلحات حتى انا يعني اشرت ليها في المقدمه، زي مصطلح ربنا ما يجعلنا من قطعي الاجزاء. يعني المصطلح مش بس جبروت اللي بيخطئ في شغله، لا، ده تساهل اللي بيشرف على العمل. قالوا حرام، هنقطع رزقه، ربنا ما امرش بكده، يلا هيتعلم بعد كده. صحيح صحيح. احنا كمان عندنا مصطلحات مش هينفع يعني، او دونت ميكس مع ثقافه اجاده العمل. ايوه طبعا، ده يعني ممكن يكون نوع من انواع الافتئات، وكانه انا عارف ربنا بيرزق منين امتى، يعني هو انا اللي صحيح. بقطع الرزق يعني. صحيح. ومع على كل حال، انا اقول لحضرتك، لو بنتكلم في ثقافه الاحسان، احنا بنتكلم اتقان العمل، اي احسان العمل. ففي ثلاث حاجات مهمه قوي على مستوى البني ادم، وفي حاجه مهمه قوي على مستوى المؤسسه. الحاجه الاولى اقول لحضرتك مثال رمزي كده. في مره اسد كان قاعد متضايق جدا جدا وحط ايده على خده كده ومنهار، فقالوا له مالك؟ قال انا ضعيف. اسد يعني ضعيف، يعني عمري في حياتي ما هبقى قوي، وانا نفسي ابقى قوي لكن ما فيش امل. فقال له ايه يا عم اللي انت بتقول، انت اسد، انت ازاي تقول كده؟ قال لا، القوه هي القدره على الطيران، وانا ما بعرفش اطير، انا اطلع فوق الجبل واحاول كده اروح واقع، ده رجليك هتتكسر. اسد ايه؟
قال لهم انت مين اللي قال لك الكلام ده؟ قال لهم الصقر. قال لي ان القوه هي القدره على الطيران. قال لهم معلش بقى. الصقر ضحك على الاسد، او الاسد ضحك على نفسه. كل انسان له ميزان. الاسد قاس نفسه بميزان الصقر ففقد مسته النسبية، فمهما اشتغل ومهما نجح ومهما وصل حاسس دايما ان هو ضعيف. اول طريق الاحسان اختيار الميزان. انا لو جبت فيديو للراجل المصري البواب الجدع اللي حاطط قفص العيش على راسه وراكب العجلة في شارع مليان مطبات وتكاتك وتكاسي وموتسيكلات وهو ماشي بإيد واحدة وماسك ابنه وراه الناحية التانية، هيقولوا مين دول؟ والمشهد ده الحقيقة بيلفت نظر أي أجنبي بيزور مصر. وأقول لحضرتك من المشهد ده ألف من ضمنه اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليه، موضوع التكريك والشغل والحاجات اللي صحيح. حصلت في قناة السويس. كل إنسان له ميزان. إحنا ممكن نفضل نقيس نفسنا على ميزان الغير وعمرنا ما نوصل، والغير لو قاس نفسه على ميزاننا نفسه على ميزاننا عمره ما يوصل. اللعبه كلها يا فندم ان انا اعرف ميزاني ايه، اللي هي مصدر قوتي. صحيح كده، الميزه النسبيه يقولوا عليها في الجامعة والاداره. يعني مثلا تلاقي حضرتك سيده وقوره محترمه في الستينات فتقرر تقيس نفسها بميزان نجمه في التلفزيون في الثلاثينات، فتعمل ايه في نفسها؟ هيبقى شكلها عامل ازاي؟ نلاقي بني ادم معين مصمم ان ميزانه ميزان الفلوس. هو ميزانه ميزان المحبه. فالقلوب تتفتح له فيروح في حته تانية. ده المنطق اللي هو دكتور ان ربنا ادى لكل بني ادم فينا 24 ايراد ما ينقصش منهم ايراد. تختلف من بني ادم للتاني لكن ما فيش حد مظلوم. صحيح، ومهم جدا. يا بخت اللي عرف ميزانه. اللي عرف ميزانه كسب. فالنهارده كتير جدا احنا بنشوف الناس تتكلم ويشاوروا ان مصر تبقى سويسرا ومصر تبقى المانيا ومصر تبقى مصر. تبقى مصر، هتبقى مصر. لكن مثلا الهند بقت عامله ازاي؟ بقت من الدول الكبرى، لكن هي مش المانيا. صحيح، حضرتك تمشي تلاقي اعزكم الله الـ 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 البنيه الاساسيه بتاعتها المجاري بتاعتها فوق الارض مش تحت الارض. هي ليها تكوين وفيها فقراء وفيها زحمه ولكنها دوله عظمى. احنا مش هنبقى الهند برضو. احنا هنبقى مصر. مصر هتنجح بميزان مصر. مصر هتخدم الناس وهتنظف القطر بميزان مصر. مصر ليها ميزان وكل انسان له ميزان، ويا بخت من عرف الميزان. طب أنا بقى هنا لازم أقف مع حضرتك لدقيقة وأسأل سؤال، اللي هو إحنا شعب يمتلك جبروت التحدي، ولا إحنا شعب يمتلك يعني ثقافة التراخي؟ هو إيه التناقض اللي ما بيننا ده؟ يعني ما بين الاتنين، ما بين شعب طول النهار يقول لك قول يا باسط، وما بين شعب يقول اصرف ما في الغيب يأتيك ما في اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وشعب ينجح إن هو يحفر قناة الناس كانت بتضحك عليه السنة اللي فاتت في سنة، ويعمل منظومة طرق 3500 كيلو متر في الجبل في سنة وهو ساكت. صحيح مش كده؟ هو ده الشعب ده، هو ده. وإذا هو يمتلك يعني مواصفات الجبروت دي، ليه أبسط الأمور ما بيقدرش يتبناها؟ هو يعني مبدئيا في الإطار العام الكبير جدا، الله تبارك وتعالى لم يظلم أحدا. صحيح، ادى مميزات نسبيه لكل الناس. صحيح، فبنظره حياديه منهجيه لناس متخصصين في الاداره، لما يجيبوا كل منطقه او كل شعب او كل كده، لان ربنا سبحانه وتعالى ادى كل حاجه اللي تليق على ظروفه وعلى حياته وعلى جغرافيته ومواصفاته. ولكن ما تقدم بلد وارتقى الا وكان حسن الاداره في المعادله، وما تأخر بلد وتقزم وتأزم وتراجع وتقهقر إلا وكان سوء الإدارة في المعادلة. فالأصل إن الله تبارك وتعالى إدى كل صح. معلش برضه يعني الإدارة والعبارة،
يعني هي العبارة في الإدارة. العبارة في الإدارة. معلش يا دكتور أجلينا الجملة دي تاني لو سمحت. ما تقهقر وما تقدم. أيوة، ما تقدم بلد ولا مؤسسة ولا إنسان إلا وكان حسن الإدارة في المعادلة. وما تأخر بلد وتقهقر وتأزم وتقزم وتراجع إلا وكان سوء الإدارة في المعادلة. ده قانون. فلو احنا قلنا الأول احنا واثقين في عطاء الله لجميع أهل الأرض من غير ما فكر ومن غير ما ادرس، يقولوا لي المنطقة دي في العالم بتعاني، زمان كانت كويسة والنهاردة ما بقتش كويسة، من غير ما أعمل حاجة كده أقول المشكلة في الإدارة الأول، وبعدين نروح نشوف المشكلة فين في الإدارة ونشتغل. فأنا أعتقد يعني إجابة على سؤال حضرتك إن إحنا محتاجين حسن إدارة، واللي تبدأ الأول بحسن اختيار الميزان. ولا المسؤول؟ الميزان. الميزان الأول. الناس تروح وتيجي يا فندم. منظومة الإدارة في نظرية جميلة قوي في الإدارة اسمها ربع التلت. ربع التلت. ممكن نبص للإدارة على إنها تلات. كلام كاريكاتيري كده عشان خاطر الدارسين ما يكتبوش ورا جنب، زي ما بنقول كده للي مش عايز يدرس إدارة. ممكن نبص للإدارة إن هي عملية التخطيط والتنفيذ والإنسان اللي بيخطط وينفذ. مظبوط. يبقى تلات التلات أهو. مظبوط. التخطيط دي بيسموها الإدارة الاستراتيجية للغوي كلام ملاعبك يعني. أي. والتنفيذ دي بيسموها الإدارة التشغيلية. Operational Management. لا الخطة بتجيلي من فوق ولا التنفيذ بيحصل لوحده، الإنسان هو اللي بيخطط وينفذ. مظبوط. التلت التالت أهو. الإدارة التلت بتاع الإدارة الاستراتيجية للتخطيط ده في كلام كتير قوي هننساه. أدي تلت نسيناه. والتشغيل او التنفيذ، الاداره التنفيذيه فيها كلام كتير قوي هننساه. الحته اللي تحت اداره الانسان بيسموها اداره الموارد البشريه. التلت اللي تحت ده متقسم اربع ارباع. ربع، ازاي اجيب الانسان المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. يا سلام. وتلت ارباع تانيين مش هضيع وقت حضراتكم فيهم، مهمين قوي برضو. يبقى انا بقول ايه بس عناوينهم ايه يا دكتور؟ ازاي ان انا احافظ عليه، ازاي ان انا اديله اللي يستحقه، ازاي ان انا ارقيه واعلمه وادربه. انا مش عايز بس اقول معلومات كتير فكده الخبط ناس، عايز ارجع تاني للصوره الكامله. اقول الاداره 3 3 1 2 3 تخطيط تنفيذ انسان بيخطط بينفذ. التخطيط فيه كلام والتنفيذ فيه كلام. التلت اللي تحت عباره عن اربع ارباع. اول ربع فيه اسمه ازاي اجيب الانسان المناسب في المكان المناسب. يا سلام. في أزمة يسموها في الـ يعني مش مهم عشان هقول كلام مش مناسب، يعني في بعض الناس تركز قوي 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 فيما يسمى بربع التلت، وكأن منظومة الإدارة بقت إن أجيب الإنسان المناسب في المكان المناسب وأنسى الباقي. يعني إيه يا فندم؟ يعني حد بيته خربان فيطلق المدام ويجيب مدام تانية. واحدة عندها مشكلة في فتسيب الناس وتدور على ناس تانية. دي مشكلة إيه؟ الناس الحريفة الإدارة يقول عليها ده بيلعب في ربع التلت. الربع التلت التحتاني وسايب الحكاية. طب يمكن الهدف مش مظبوط، يمكن الخطة مش مظبوطة، يمكن الموارد مش مظبوطة، يمكن آلية التنفيذ، يمكن فن الكلام، يمكن التخطيط، يمكن التغيير، يمكن الهدف، يمكن روح الفريق، يمكن نفسيتي، يمكن الرؤية، يمكن الإرادة، يمكن كل المنظومة، ولكننا دايما بنركز في ربع التلت. اشيل وزير واحط وزير، واشيل محافظ واحط محافظ، واشيل بني آدم واحط بني آدم، واطلع المدام ورجع المدام، والمنظومة هي هي ولن نتغير. أزمة ربع التلت أزمة الهواة. أزمة ربع التلت هي أزمة الهواة، ونطلق المدام ونجيب المدام. وفي نهاية الحقيقة ده جزء مهم، مضطر أخرج فاصل، لكن يا دكتور إيهاب ربنا يديك الصحة، مش عارف أقول إيه، فعلا هي نطلق المدام ونجيب المدام. وأزمة ربع التلت هي أزمة هواة الإدارة. ربنا ينتينا نور البصيرة. هنكمل بعد الفاصل كلام مهم، ثقافة إجادة العمل. تحياتي. رجعنا تاني وكلام نجيب المدام نطلق المدام. ويعني الحقيقة اللي هو ربع التلت هي ثقافة الهواة في الإدارة. صحيح. طيب أكمل كلام يا دكتور بقى، ويعني وأسأل حضرتك، طيب إذا لم يكن هو تغيير المسؤول،
هو الجزء الاولاني اللي اعتمد عليه علشان اكمل المنظومه اللي هو ربع التلت، يبقى ازاي اضمن ان المنظومه صحيحه؟ تمام. هنا هننتقل من الكلام عن البني ادم وان هو يحسن، او ممكن نرجع لها تاني زي يحسن ويجيد. دايما مهتم ان الانسان، لانه الكلام العام اللي هو اللي علاقه بالبلد مهم جدا، ولكن كمان ممكن يتناقش في الغرف المغلقه لاصحاب الناس اللي بتاخد قرارات. ولكن الانسان اللي بيسمعنا محتاج يعمل ده، فممكن نرجع له تاني. بس انا اجابه على سؤال حضرتك، انا هدي لحضرتك يعني واحد على 16 في 16 نقطة غيابهم يدمر أي كيان. ما بكلم إدارة يعني. واحد على 16 نقطة. يعني عندنا 16 نقطة لو مش موجودين أي كيان يبقى كيان ما عنديش إدارة أصلا. حتى لو هنتكلم على نموذج القطر مثلا اللي شفناه في الفيلم بتاع اليابان. بس حضرتك تطبقيه على بلد وتطبقيه على مؤسسة وعلى منظمة وعلى هيئة وعلى بيت وعلى كل حاجة. وعلى كشك. وعلى كشك، مظبوط كده، وعلى بني آدم كمان. فخليني أقول لحضرتك واحدة كده كمثال بس. في حاجة اسمها span of control. span of control اللي هي ايه؟ يعني ترجمة غير حرفية، نطاق السيطرة. ازاي؟ حضرتك ربنا يبارك في حضرتك ويحفظك، عند حضرتك اولاد وهم صغيرين، حضرتك تاخديهم وتنزلي تعملي مشاوير. مظبوط. صح؟ انزل اروح الشغل ولا اعمل مشاوير، فيهم بنوتة صغيرة ممكن تكون بتتنطط وبتعمل وبتشد الحاجات وبتقطع ده، واخوها كبير شوية كده يا دوبك قوي احافظ على دوره ما اجي اعدي الشارع صح؟ وحضرتك نازله كده جارت حضرتك تقول لك معلش بنتين التوأم عندهم 4 سنين معاكي كمان معلش بس. فتقولي ايه انا كده؟ همسكهم ازاي؟ ايوه. فممكن حضرتك تقبلي ده، فممكن يحصل مشكله واليوم يبوظ وكده. حضرتك تقولي لا انا اسفه، اصل انا السبان اوف كنترول بتاعي 2. انا نطاق السيطره بتاعي 2 بس، احافظ عليهم كويس قوي واعرف امشي بيهم كويس، لو في اكتر لازم يبقى معايا حد تاني علشان نعرف نسيطر عليهم. حضرتك داخله تقضي مصلحه حكوميه، فلقيتي حضرتك شباك، الشباك ده السبان اوف كنترول بتاعه هو الموظف بيشتغل من الساعه 9 والخزنه بتقفل 12. الموظف عندي طبيعته، كل انسان له ميزانه، احنا مصريين، بيفطر بيفتح الشباك 9:30، يبقى من 9:30 ل 12 الا ربع علشان بتفتح الشنطه وتبتدي ايه تلم اليوم. تاخد الموبايل وتحط الحاجه ومع السلامه وتلم اليوم خلاص. بعد 12 الا ربع كده صعب، مش هنعرف نخلص. يبقى انا عارف ان ده هيتفتح 9:30 12 الا ربع. السبان اوف كنترول بتاع الشباك ده يخدم النوع ده من المعامله 50 مواطن. انا بعمل حسابي ان يجي له في اليوم 500 مواطن. يبقى انا بحمل الشباك ده 10 أضعاف اللي يحتمله. مزبوط. وبحمل الموظفة اللي انا ببقى واقف في الشباك زعلان منها 10 أضعاف اللي تحتمله. واللي ورايا اللي بيخبط فيا، والست اللي قدامي اللي ظهرها وجعها، واللي عايز ياخد دوره علشان خاطر عنده السكر وانا ما اعرفش، واللي عايز اخد دوره عشان خاطر عندي بناتي وانا هو ما يعرفش. كل التفاصيل دي 10 أضعاف اللي كل واحد فينا يتحمله. ده اسمه ايه يا فندم؟ span of control. حضرتك لما تروحي نطاق السيطرة، نطاق السيطرة، حضرتك تروحي لدكتور تدفعي فيزيتا محترمة غالية، span of control بتاعه بيقول العيادة بتفتح من 6 ل 9. ده تقريبا يشيل 15 عيان. هو بياخد يسمح مواعيد ل 150 عيان والناس تقعد على السلم. مظبوط. فيدي حضرتك عشر الوقت وما يبصلكيش وما يردش عليكي اصلا، وتكلميه ويرد. صح؟ صح. طمع الله اعلم. مشاكل في التنظيم ممكن، ولكن في الاخر نطاق السيطره مش محكوم. اوفرلود. طب انا هسال يعني فوق الحموله، من في مصر مسؤول عن نطاق السيطره؟ ده سؤال مهم يا دكتور. مفيش يا فندم. بس متهيألي ده مسؤوليه فرديه يعني بتطلع متدرجه، ومسؤوليه عامه بتنزل برضه متدرجة. شوف حضرتك لما نيجي نبني سيستم، حضرتك تيجي تقولي تعالى يا ابني لي سيستم لأي مكان، أول حاجة حضرتك هتقوليها لي هتديني فلوس. فأول حاجة هتقوليها لي تقولي بس مش عايز أسمع كلمتين. مش عايز أسمع إن في حد أمين أو إن في حد ذكي. اللي بيبني سيستم يبني سيستم إن محدش في الدنيا أمين وإن محدش في الدنيا ذكي، كده يبقى سيستم ناجح.
وبعدين الأمانة موجودة والذكاء موجود، والأدباء والكتاب والصحفيين يتكلموا في الأمانة والصدق، لكن بتاع السيستم لا، ابني لي السيستم إن محدش عايز يمشي صح، وابني لي السيستم إن محدش بيعرف يفكر صح. ده اسمه سيستم كده يا فندم. إحنا علشان خاطر نحكم بلد عايزين الناس تيجي تستثمر فيها. طيب يا دكتور الألم بعد إذن حضرتك. اتفضل يا فندم. عشان حضرتك بس بتقول كلام لازم أقف عنده سنة، يعني اللي بيبني السيستم لازم يبني سيستم وهو عامل حسابه كده إن مفيش حد ذكي ومفيش حد أمين. يعني ده السيستم مثلاً الناجح. حضرتك تقولي مثلا عايزين نعمل نظام للمدفوعات هنا، فأقول لحضرتك هنعمل واحد واثنين وثلاثة وياخد الشيك ويصرفه. تقولي الله بس ده كده ممكن يحصل في الحتة دي سرقة. أقول لك لا، سرقة إزاي؟ ده الأستاذ محمد بتاع الحسابات من أشرف الناس. ده مش بتاعتك دي، السيستم ما يعرفش. لا انت بتاع سيستم، انت تجيلي على اعتبار ان انا جايب الناس كلها من السجن تدور، وان الناس كلها جاية اصلا ما تعلمتش خالص. لو السيستم قام كده يبقى انت سلمتني مظبوط. اتفضل يا فندم. وبعدين بعد كده اجيب احسن الناس واشرف الناس وانقى الناس، لكن على سيستم قوي. ممكن اقول لحضرتك على حاجة؟ مرة كنت في جنيف وفي موظفة في الامم المتحدة لقيتها بتقول لي جملة، واحنا بندردش لما عرفت ان انا من مصر، قالت لي انتوا عندكم كل الناس بتعمل كل حاجه بشطاره. هي قالت كده، فانا قلت لها ممكن. قالت لي بس عندنا هنا كل واحد بيعمل مهمته بس بشطاره. صحيح. وما يعرفش يعمل حاجه تانية. يا بختكم بالناس اللي عندكم. صحيح. انهم بيعملوا كل حاجه. صحيح. فقلت لها واحنا برضو ساعات نقول يا بختكم باللي عندكم، لان الواضح ان اللي بيعرف يعمل حاجه واحده بس ما بيعرفش يعمل حاجه غيرها. صحيح. في قلب السيستم بقى الدنيا متسيستمه، فالدنيا ناجحه. يقولوا مستر everything is the master of nothing. يعني الشخص اللي بيقول لنفسه انا بعمل كل حاجة في الدنيا، هو السيد بتاع هو ولا حاجه. فقصدي اقول لحضرتك انه شوف، بضرب مثال سطحي يعني. حتى لو حد مركز شويه في الاداره يقول يا عم طب اضرب مثال عميق شويه. انت بتتكلم على السبان اوف كنترول، ده احنا خدناه واحنا اطفال صغيرين. لكن انا بضرب مثال بسيط واقول لحضرتك لو انا عايز اقوم اطور الاداء الاداري لدوله، لازم يكون في حد ماسك السبان اوف كنترول، علشان لما يجيني بني ادم يستثمر ما يتبهدلش وهو بيعمل ورق، وعامل بتاعه لما يتعب ما يتبهدلش وهو بيتعالج. صحيح. والراجل بتاعي اللي ماشي في الشارع ورايح يخلص معاملة يخرج وهو حاسس انه بني آدم. صحيح. احنا ممكن نقول شعارات للصبح، ولكن في النهاية الناس بتنزل على الأرض تشتغل وترجع تعبانة. الناس مش هتمشي صح من غير ما نحط لهم سيستم صح، والسيستم صح هو الإدارة، والإدارة قايمة على 16 موضوع أكاد أجزم إن مفهومش مركزية. واحنا علشان نقوم ونتكلم في حاجه بتقولي فيه انه بعد كده يبقى فيه بقى احساس شخصي اربي اجيال على الثقافه الشيك دي، ممكن اقلل شويه. لكن احنا محتاجين حد يبص على ده من فوق فالامور تمشي بشكل سليم. يعني تاني نرجع للفيلم اللي كنا مشغلينه دلوقتي، اللي هي في سيستم، هي شغاله وفقا لسيستم. يعني سيستم وهي بتحترم مهنتها في نظافتها وفي انتظارها للناس، سيستم عند الجمهور اللي نازل من القطر فبيحط بيقول شكرا، وسيستم كمان العشر دقائق اللي بيتم فيه تنظيف عربيه القطر للي داخل تاني. صحيح. وبسرعه. ولو رحنا لحد حريف اداره قوي مش هياخد السيستم ده يطبقه في مصر، لانه كواليتي نوعية الإنسان المصري غير نوعية الإنسان اللي من الشرق آسيا. ده عنده نوع من احترام السيستم بطبعه وحب الخدمة بطبعه. المصري، وده لا حاجة وحشة ولا حلوة، المصري عنده صفة تانية مختلفة، عنده نوع من الإبداع والثورة على السيستم دايما غصب عنه، عنده الحتة دي لأنه هو اتربى على كده والأسباب كتير ممكن نتكلم فيها بعدين. وكمان عنده نوع من الاعتزاز الزائد في النفس، لو طلبت منه أنه يوطي لحد مش هيقبل. فأنا هعمل له سيستم اللي في الآخر القطر يبقى نظيف، بس اللي ليه عليه هو. يبقى أنا باخد روح الفكرة. عشان كده كنا بنقول في الأول كل إنسان له ميزان، وكل بلد لها ميزان. ميزان العشرين غير الثلاثين، والأربعين غير الخمسين، والمصري غير الأفريقي، والطويل غير القصير، والتخين غير الرفيع، وكل واحد ليه ميزانه. يا بخت اللي عرف ميزانه. يا بخت اللي عرف ميزانه. طيب دكتور، لو امبارح كنا بنتكلم على بث الأفكار وزرع الأفكار
وغسيل المخ. لو أنا حبيت النهاردة أعمل روشتة لغسيل مخ للمصريين إزاي إن هم يجيدوا ثقافة العمل، فتبقى دي الفكرة اللي أنا أكررها لهم طول النهار. وحضرتك كنا امبارح بنتكلم في جزئية إن غسيل الفكرة أو زرع الفكرة بيبدأ من التكرار اللي بيتحول بمرور الوقت لعقيدة. صحيح. عايزة ثقافة إجادة العمل تبقى عقيدة عند المصريين، أعملها إزاي؟ أقول لحضرتك هو الكلام ده أنا أقوله لنفسي أفكر بيه نفسي وأفكر بيه كل بني آدم، وأرجو من كل بني آدم بيسمع ده ما يفكرش في شخص تاني، يفكر في نفسه أنه هو هيعمل ده. كل واحد فينا دي اسم نظرية اسمها نظرية الأبواب الثلاثة، ثلاث أبواب. كل واحد فينا ثلاث أبواب وثلاث تربع وثلاث تربع وثلاث تلات وربع التل. فكل واحد فينا يا فندم وكأنه قدامه باب وراه باب وجنبيه باب. الباب اللي قدامي ده باب المستقبل، المفترض اني افتحه ابص على المستقبل علشان اخطط واقفل بسرعه، اشوف اكل عيشي، اشوف انا هعمل ايه في حياتي. باب المستقبل ابص عليه كل شويه، ايوه اخطط كده، اشوف الاخبار. ورايا باب اسمه باب الماضي، افتحه اشوف ذكريات حلوه، اتعلم من تجارب وحشه، ابص كده على حاجات جميله قوي، واروح ايه اقفل وارجع تاني اعيش في الحاضر. في باب موازي هو باب التسليه والترفيه والماتشات والبلاي ستيشن وحكايات الناس اللي ماليش فيها، و95% بقول اي نسبه طبعا مش مدروسه من الكلام اللي بيدور على الفيسبوك وعلى التويتر والسياسات الدول اللي ماليش دعوه بيها والحكايه اللي ماليش دعوه بيها، والموضوع اللي هو ايه الحياه الموازيه فيلم وتسليم ورياضه وقصه، كل ده جميل جدا جدا ومهم جدا اني اروح عن نفسي ان اتنفس، ده شيء جميل جدا. ولكن افتح اخد هوا وايه وارجع اشوف اكل عيش. الاصل في الموضوع ان انا عايش في الحاضر، عايش الواقع، متوحد مع اللحظه. إن الإجادة لا تتأتى لمن فتح الأبواب الثلاثة. اللي قاعد يعني على مصاريع الأبواب الثلاثة مفتوحة، أيوة. بيبص هنا ويبص هنا ويبص هنا فمشتت. يعني مثلا إحنا وإحنا بنصلي مثلا الله أكبر وروح فتح باب المستقبل، اللي هيحصل واللي هيجري واللي هيجي واللي هيطلع واللي هيحصل واللي راح الركعة الأولى اخرج من باب المستقبل، ما اقفش في الماضي، ما اقفش في الحاضر، اقف في الماضي، افتح حسبي الله ونعم الوكيل فيهم واللي عملوا فيا واللي سووا فيا واللي جابوا ويا ريتني كنت ويا ريتني عملت ويا ريتني، او افكر في شيء موازي ليس له علاقه اطلاقا فاللحظه رايحه مني. فكم من الناس عاشت حياتها ما بصتش في عين اولادهم بصه، بيبص على الحياه الموازيه عمال بيبص على البيت، ايوه يا حبيبي قول قول يا بابا قول، ايوه سامعك حبيبي، ما بصش في عين أهل بيته لأنه مركز في الحياة الموازية، وده مش غلط بس طول اليوم ومش عارف يحس بحلاوة اللقمة لأنه عايش في باب المستقبل طول اليوم ومش عارف يتقن اللي بيعمله لأنه فاتح باب الماضي وغرقان فيه طول اليوم. يخرج من ده يخش في ده، ويخرج من ده يخش في ده، وما يوقفش أبدا على الواقع. لذلك هذه دعوة لغلق الأبواب الثلاثة وفتحها فقط عند الحاجة. تخيل كده، تخيل وأنا قاعد بذاكر وأنا قاعد مع حبايبي وأنا قاعد بشتغل وأنا قاعد بصلي وأنا قاعد باكل وأنا قاعد بلعب جيم على البلاي ستيشن، قبل ما أعمل أي حاجة أقول أيوه آدي يا باشا المستقبل وآدي الموازي وآدي الماضي، بسم الله هنا يبدأ الإتقان. الصنايعي الصنايعي الوسطى يدوب في اللحظه، حضرتك رقبي صنايعي دايب في اللحظه، لا مشغول بده ولا بده ولا بده. الابواب الثلاثه وفتح الابواب الثلاثه يضيع بني ادم ويضيع بلد. احنا محتاجين نكرر نظريه الابواب الثلاثه للتوحد مع اللحظه ولتبني ثقافه الاتقان. ثقافه الاتقان. للأسف الوقت خلص، لكن بكل ما تعنيه الكلمة أشكر وقتك النهاردة وامبارح، وبكل ما تعنيه الكلمة يا رب أجازاتك لمصر تزيد يا دكتور إيهاب، علنا يعني بنغرس زرعة ونذهب للحساب.
ربنا يبارك حضرتك. بشكرك يا دكتور إيهاب الباحث في علوم الإدارة، شرفتني النهاردة وإمبارح، وأتمنى إن أنا أكون يا رب قدمنا وجبة تساعد أي حد، تساعد أي بني آدم إن حياته تختلف. ومصداقا لقول دكتور إيهاب لما أتكلم على البني آدم في شرق آسيا، مرة يوريكو كويكي وزيرة الدفاع اليابانية قالت لي جملة لما جت مصر في 2008 وقابلتها، وكنت شايفاها إنها سيدة شديدة التواضع، وهي كانت وزيرة الدفاع أول سيدة تشغل هذا المنصب، وفي نفس الوقت يعني كانت درست يعني أداب اجتماع في جامعة القاهرة، وكانت جايبة بمناسبة مرور 100 سنة على إنشاء جامعة القاهرة. فقالت عبارة دكتور إيهاب يعني أصدقك فيها القول، قالت لي عندنا في اليابان حكمة بتقول السنبلة الممتلئة تزداد انحناء، أما السنبلة الفارغة فترتفع في الهواء. كل ما كنت سنبلة فاضية خلاص أنت طاير في الهواء، ما أنتش تقيل. كل ما كنت سنبلة مليانة، كل ما نزلت لتحت، كل ما انحنيت لتحت. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الطيبين اللي بيشتغلوا زيك، ربنا يبارك، ويا رب كلنا نتعلم ثقافة إجادة العمل. أشكركم وأقول جملة أخيرة، مش كل اللي بيروح الشغل بيشتغل، مش كل اللي بيعمل شغل بيعمله حلو، اللي بينظم أي عمل هو السيستم، النظام، الأسلوب الحقيقي في الثواب والعقاب هو اللي بيدي البني آدم قيمة، درجة إتقانه لعمله أيا كان هذا العمل، وزير، مهندس، غفير، مدرس، إنجازك في الحياة هو اللي متساب لك، هو اللي بقي لك يتكلم عنك في آخر الحياة، هو اللي هتاخده وتقف بيه قصاد ربنا. شوف أنت عايز تقابله إزاي، وافتكر دايما هتقابل ربنا لوحدك بعملك. أنت عملت إيه؟ لا معاك المجتمع ولا الناس ولا الحكومة ولا الرئيس ولا يعني أي حد، ولا عيلتك ولا أي حاجة، هتقف بعملك. فكر أنت عايز تقف قصاد ربنا إزاي، فكر أنت عايز تاخد معاك إيه في آخرتك. تحياتي، أشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله على خير، وتحياتي لكل الطيبين والإيدين الشقيانة اللي دايماً بره الكادر لكن بتطلع الصورة حلوة. تحياتي.